قبل ما نخش في تفاصيل طبعا، وزي ما اتكلمنا يعني عندنا اخبار وعندنا كواليس النادي الاهلي وبعثتنا هناك بنطمن عليها دايما، ودايما قناه النادي الاهلي بتغطي اكبر جزء كبير جدا، جزء كبير جدا من بعثتنا هناك وبنطمن عليها. بعثه كواليس النادي الاهلي في المغرب لمباراه طبعا الوداد يوم السبت اللي جاي، متابعناها امبارح. الكابتن سيد عبد الحفيظ اكد جاهزيه الفريق اكيد لمواجهه الوداد، وقال ان هو بيتطلع لتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب ان شاء الله، بيتقربنا خطوه من حجز بطاقه التاهل للمباراه النهائيه، وده طبعا يعني طبعا قبل مباراه العوده اللي هتكون ان شاء الله في القاهره. واوضح ان الجهاز الفني بيثق في لاعبي الفريق ثقه كبيره جدا وقدرتهم على تحقيق نتيجه طيبه في مباراه الذهاب. اكيد المباراه ديت هتبقى خطوه كبيره جدا ان شاء الله للمباراه النهائيه قبل طبعا. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيشير ان كمان المباريات الكبيره اللي زي ديت بيبان فيها اول حاجه شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، ودايما في المواجهات الصعبه بنلاقي لاعبتنا على قد المسؤوليه. واكد كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ انه كلنا او كل الفرقه اداريين وعلى المستوى الفني كلنا، واحنا كمان كجماهير كلنا على قلب رجل واحد من اجل تخطي عقبه الوداد، انها مباراه فعلا مباراه صعبه وان شاء الله تكون خطوه ان شاء الله. دي مباراه عباره يعني شوطين، الشوط الاولاني في المغرب ان شاء الله ربنا يوفق اولادنا فيه ونعمل نتيجه ايجابيه، والشوط الثاني ان شاء الله في القاهره، وتكون ان شاء الله الخطوه الاولى او الشوط الاول ان شاء الله تكون خطوه كبيره للوصول للمباراه النهائيه. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان اضاف ان مواجهه الوداد يعني زي ما قلت هي شوط واحد، الشوط مباراه هناك في المغرب، واحنا عارفين الاجواء في المغرب واللعب بره الارض بيكون اهم حاجه شخصيه النادي الاهلي، وده اللي ركز عليه كابتن سيد عبد الحفيظ وجماهير النادي الاهلي بعد مباراه بيراميدز، بتعول على شخصيه النادي الاهلي والروح القتاليه بغض النظر ممكن الفنيات اللعيبه ما تكونش على مستوى الفنيات، لكن اللي بيعوض دوت هي شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء. وان شاء الله نتمنى ان يكون الفريق جاهز على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الفني ان شاء الله يوم السبت، ويفرحنا كلنا باذن الله. باذن الله.